هضم البروتين يتم في المعدة 24 ساعة اللي هو هضم البروتين. دي كانت التجربة الأولى شباب. هنا شباب عبارة عن مية فقط، عن عبارة عن مية مع حمض. الثلاث اشياء ميه في وجود الحمض في محلول البيبسين، ودي العديد من الهضم فيها شباب، لان محلول البيبسين لا يعمل الا في وسط حار.